علي احنا مخطوبين بجديد، نزل لي كل الذهب بالمحل عندك. اي صحيح، نزل كل الذهب اللي عندك. وقصدي اللي عند ابو المحل مو اللي عندك. انت منين لك؟ خلصني ونزل الذهب بسرعه اليدي. تريد اجيب لك المنيو وتاخذ من عنده؟ نزل لي ذهب للرجلين، اليدين، الاصابع، الذانات، كل شيء. بعد الثان ما تريد الاسوار؟ نزل لي سوارات، نزل لي قلايد، نزل لي هذا كرسي جابر. اي عندنا كرسي جابر، وعندنا قنفه جابر، واذا تريد حتى نسوي لك غرفه نوم جابر. حبيبي صدق ذكرتني، اريد شال. نزل لها اثقل شال بالمحل. لا 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 حبيبي، مو قصدي ذهب، قصدي هسه من نطلع يعني نشتري. ذكرتني بخطيب صديقتي، جاي يخطبها وطلبوا من عنده شال ذهب. تدري جاب لهم؟ ايه شال قماش ابو 5000. لك هذا ايش قد غبي. لا والله الغبي اللي يطلبون منه شال قماش ويجيب لهم شال ذهب الكمش. حبيبي نزل لي هاي هامه ذهب، نزل لي قلايد، نزل لي كل شيء. نزل بعد ما تريد نعل ذهب عندكم؟ اي عندنا وعندنا جواريب ذهب. انت ايش قد عندك فلوس؟ ما تقول نزل. خلاص حبيبي خلاص، انا ما احب هيك كلش هوايه الذهب، انا كلش قنوعه تعرف بي انت. قنوعه بقى بس وايرات المحل ما نزل هنا به. لك شلك علاقه حبيبي؟ حبيبتي خطيبتي وأرد أدللها. حبيبي فدوان عمرك. صحيح تذكرت حبيبي، أريد همين ألماس. عندكم؟ إيه عندنا. نزل ألماس. يعني أسعارك لا تحكي بالسعر بابا، نزل قبل نزج. انثر افرش. أقولك شو صدق هالقد غني؟ لو هو يريد يغثني لو شنو بالضبط؟ كلش غني. تليفونات ذهب عندكم؟ إيه عندنا. شو تريد ورا؟ 3 كاميرات لو 3 شذرات؟ لا كيس شذرات حبيبي. اوكي هسه راح اسوي لك بس أغلى شيء. اوكي راح انزل لك أغلى شيء، بس اصبر علي شوية. هذا مين؟ سيوين؟ هذا زنقين بقى بعد شوية ينزل المرته قطعة أرض ذهب. إيش فيك يا زنقين؟ هذا حسيوين بمنطقتنا، فد واحد قفاص عطال بطال ب5000 يطلع وياك وين ما تريد. صدق الله؟ إيه. يعني حتى هذا الشال القماش أبو 5000 ما يقدر يشتريه؟ طبعاً.